مسكوا في بعض علشان اللي بيحصل في فلسطين. خناقة بين ويجز ووائل غنيم تشعل السوشيال ميديا، ده يقول له انت مجرد مغني تافه، والتاني يرد عليه ويقول له يا ريتك كنت جاسوس ولا تبقى غبي كده. تفتكروا ايه سبب حرب الكلمات اللي دايرة بين ويجز ووائل؟ تعالوا نعرف الحكاية من اولها. طبعا كلنا عارفين وشايفين ان ويجز من اكتر الفنانين اللي بينصروا اهالي فلسطين، وده ظهر في دعمه ليهم سواء في مظاهرات او في حفلات، وده كان عامل مهم جدا خلى حب الجمهور ليه يزيد اكتر واكتر، وكمان يشيدوا بتصرفاته البطولية في القضية الفلسطينية. على الناحية التانية واجه وائل غنيم انتقادات وهجوم حاد بعد ما هاجم قيادات الفصائل الفلسطينية وقال لهم انتم جايين من اسطنبول من خلال رحلة طيران للقاهرة للدفاع عن القضية ومكتسباتها، وانتم دلوقتي في القاهرة وبالقرب من غزة، والجيش الإسرائيلي لا يمانع الدخول، وتوجيه التحية لصمود الفلسطينيين نظراً لأنكم قادة الفصائل الفلسطينية، إلا أنكم بتخرجوا عبر وسائل الإعلام في قطر لتحية الشعب الفلسطيني، وأنا بدوري هساعد في تأمين الطريق لوصولكم لغزة لكي تجهدوا مع الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي. وتابع وائل غنيم مفيش أسهل من المتاجرة بمشاعر الناس، لو انتم رجالة ادخلوا غزة. وسأل لو الرسول بيتم الاعتداء على أهل بيته هل كان هيفضل في قطر يا قيادات الفصائل الفلسطينية؟ وهل من الرجولة انك تكون موجود في تركيا وأهلك بيتم ضربهم بالصواريخ؟ وفي الآخر تخرج تقول أحيي صمود الشعب الفلسطينيين، الملايين الآن يدفعون الثمن، وليس من الشطارة أن تضرب عدوك وبعد أن يستخدم القوة الغاشمة تستغيث بالآخرين، لأنه من المعقول أن يكون ده رد فعله لأن ده منهجه وطريقته في التعامل من 75 سنة. ومن أول ما وائل قال الكلمتين دول والدنيا اتقلبت عليه، وقتها خرج واعتذر لأهالي قطاع غزة وقال حقكم عليا يا أهل غزة، أنا غلطان وكان واجب أقول خيرا أو أصمت. طبعا دلوقتي احنا بنسأل ايه علاقة ويجز ومواقفه مع القضية الفلسطينية بوائل اللي هاجم الفصائل الفلسطينية. وائل غنيم قرر ينكش ويجز وكتب تغريدة على موقع اكس قال له فيها يا ويجز الفصائل خطفت العواجيز والصغار، الفصائل مجرمين، توب لربك يا مجرد مغني تافه. ويجز يسكت أبدا لا يمكن، رد على غنيم وقال له ليه يحق للمواطن الإسرائيلي إنه يعيش في أمان فوق أرض مسروقة، في حين إن مواطنين عزل برضو أبرياء بيمارس عليهم البشائع الإسرائيلية من 75 سنة. وتابع ويجز في تغريدته عبر حسابه الرسمي ما شفناكش بتقول إسرائيل قد ما بتقول الفصائل، ومغمض عينك على جرائم ناس قتلت من ناسك وسرقت أرضك، إلا إذا أنت قاعد مع ناسك وفي أرضك هناك يا أمريكاني. وكمل كلامه وقال له الفظائع دي بترتكب وما عملوش حاجة، وبعدين ما حسسني إن الفصائل الفلسطينية شالت ضوافرهم، الناس مروحة زايدة 15 كيلو من الطفح اللي طفحوه. وختم ويجز كلامه وقال وائل غنيم كل يوم بيثبت لي إنه أجندة يلا نعيش مع بعض في سلام وأمان، يعني يا ريته جاسوس ولا يبقى غبي كده. تفتكروا حرب الكلمات هتفضل مستمرة بين ويجز ووائل ولا الموضوع هينتهي على كده؟